تعليم خطوات أفكار جيدة في الورد. على سبيل المثال عندنا هنا في الورد عندنا هذا النص عندنا النص هذا صح. أول خطوة هي وضع خط فاصل بين فقرات. أول شيء هو وضع خط فاصل بين فقرات. لاحظ على سبيل المثال عندنا فقرة هذه، فقرة هذه مثال، والفقرة هذه. باش نديرو بياناتنا فقط خط فاصل، نضغط نضع مثال على سبيل المثال هذه هي الفقرة هذه، شات نديرو لها فاصل، نديرو لها لون أحمر. لاحظ هنا راح نديرو اسمها نضع نضرب الناقص واحدة اثنان ثلاثة، ونديرو اونتري. جينا الخط الفاصل بين الكتابة الأولى والكتابة الثانية. راح نحبو نمحوه نكليكو عليه ونديرو نحبو نمحوه كي نحبو نمحوه هنا كونش نمحوه. راح نديرو سيبريمي ما يروحش الخط تروح الكتابة. أنا غادي نديرو تراجع نروحو هنايا ونديرو هنايا نديرو نختار هذا الخط يروح الخط الفصل. لاحظوا نختارو هذا بلا حدود يروح الخط الفصل. لاحظ المهارة الثانية تبديل نوع الخط. عندنا نوع الخط دائما هنا في الحالة في كل حالات تقريبا يجينا هذا الخط أريال. فهل نحو هذا الخط أريال على سبيل المثال هنا عندنا خط هذا هو تمام. نروحو هنا هنا القائمة هنا الخط كما تشوفون في العلامة هنا نضغطو هنا هي ونروحو هنا هي للخط. لاحظوا نروحو الخط من الخط هنا هي نختار نوع الخط نتاعنا هنا هي نختار أي خط نختار أي خط نختار طريقة الكتابة نتاعها. هنا هذه بالنسبة للخط الأجنبي النص اللاتيني، وهنا الخط العربي نختار الخط أي خط تحتاجه ونختار ونحتاجه أي نوع كتابة أي الحجم تاعو ونديرو تعيين كافتراضي. لاحظ هنا عندك تقدر هل تريد تعيين الخط الافتراضي هذا في هذا المستند فقط، تحب ديرو في هذا المستند تسكر المستند تعاود تفتح مستند واحد آخر جديد الخط ذاك اللي اخترته يروح. تحب تديرو على كافة المستندات إلى القلب نورمال. إذا الحالة يبقى لك دائما في الورد. احنا نختار أنا على سبيل المثال في هذا المستند فقط فهمني، ونلقاو تبدل النوعية نتاع الخط. أنا هنا عندي الخط هذا هو نيلو بيلو داير خط داير 14 الكتاب. عندنا الحالة الثالثة المهارة الثالثة جعل بعض الصفحات الطويلة أو العريضة في نفس المستند. على سبيل المثال لاحظوا عندنا هنا عندنا مثال على سبيل المثال هذا اللون هذا نبدلوه هذه يعني نبدلوه باللون الأحمر هذه لاحظ نبدلوه باللون الأحمر هذا اللون. احنا هذه شاتين ندير هذا المستند هذا شاتين ندروه هذا المستند هذا شاتين ندروه في صفحه لوحده. نضغطو هنايا ونروحو نضغطو هنا ونروحو الى قائمه تخطيط الصفحات ثم نقوم بنروحو الى فواصل من فواصل نروحو الى الصفحه التاليه نضغط عليها. لاحظ وش يصرى تهبط الكتابة وتحتها نلقاو كتابة أخرى. لاحظ نزيدو هنايا فهمني كتابة أخرى هاي عندنا صفحتين هذه صفحة هذه صفحة. نحوسو نبدلو هذا اسمه الصفحة هذه اللي باللون الأحمر نديروها على العرض. لاحظ نضغطو على العرض لاحظ كيف تتحول إلى صفحة على العرض الصفحة اللي قبلها على الطول. لاحظ
صفحتين، هذه الصفحة هذه والصفحة هذه على الطول، والصفحة هذه على العرض، والصفحة اللي تحتها على العرض، هذه الصفحة اللي تحتها على العرض، لاحظت؟ هذه لأن الصفحة هذه متممة للصفحة الأولى اللي قبلها، الصفحة الرابعة والصفحة الثالثة متممين لبعضها، لاحظتوا؟ هذه هنا تحتاجها، ربما عندك جدول كبير تحب تديره على العرض، والكتابة اللي قبلها تديرها على الطول عادي جدا، لاحظتوها؟ هذه على نديرو تراجع احنا على سبيل المثال. لاحظ، عدنا المهارة رقم 4 وهي فتح مستندين في نفس الوقت. لاحظ، عدنا مثال هذا مستند، عدنا هذا مستند، وعدنا مستند هذا. لاحظ، عدنا مستند هذا، عدنا مستندين. احنا على سبيل المثال نريد أن، عدنا مستند رقم 1 ومستند رقم 2، نريد أن نأخذ معلومات من هذا المستند، كنا نديرو هاك ونديرو نسخ ونديرو نسخ ونروحو هنا ونعاودو هنا ونديرو لصق مثال ونديرو لصق ونديرو لصق وهكذا. هذه طريقة تعب. عندنا طريقة أخرى، نعاودو نديرو تراجع هنا. عندنا طريقة أخرى نلاحظها، هي أننا نروحو إلى قائمة العرض، قائمة العرض، لاحظ، ومن بعدها نديرو العرض جنبا إلى جنب. كي نديرو العرض جنبا إلى جنب، يجو المستندين في زوج قدامك، وتقدر تموديفي، تقدر تحول عادي كلش كما راك تشوف هنا، تقدر مثال تهز منها ولا منها، تموديفي كما تحب، فهمتني؟ لاحظ، هنا موديفي كما تحب من الطرفين، لاحظت؟ لاحظت؟ طريقة جد بسيطة، تروح من قائمة العرض وتعاود عادي، فهمتني؟ نخرج نخلو صفحة واحدة بعد البحر، خلو صفحة واحدة. لاحظ المهارة رقم 5 وهي حماية الملفات الوورد برقم سري. باش نحمو هذا الملف، مثال هذا، نروحو حماية هذا الملف برقم سري، نروحو إلى ملفات، ثم من بعدها نروحو إلى حماية المستند، نضغط عليها، من بعدها نضغطو تشفير باستخدام كلمة مرور، ونديرو كلمة مرور مثال 1 2 3 هنا، ونديرو موافق، ونديرو 1 2 3، ونديرو موافق. لاحظ، حنا درنا موافق هنا على سبيل المثال، نطفو هذا المستند، نطفو المستند هذا، لاحظ، ونعاودو نفتحوه، هذا المستند تاعنا نعاودو نفتحوه، لاحظ هنايا، لاحظ ما تقدرش تفتحو، كون ندير مثال غلط تغلط في رقم المرور، كلمة مرور، شو يقول لك؟ كلمة مرور غير صحيحة. نعاودو هنا، نعاودو نطفو، نعاودو نفتحو، لاحظتو؟ صح، نفتحو، نديرو 1 2 3، نفتحو، يتفتح المستند عادي. لاحظ، عندنا المهارة رقم 6، الحفاظ على العين. العين عندنا هنايا اللون الأبيض يضر العين، تقدر تبدل. أنا نروحو نديرو قائمة الملف، ونروحو هنا إلى حساب، عندنا هنا الألوان، عندنا اللون الأبيض والرمادي، رمادي أبيض، رمادي فاتح، رمادي داكن، على سبيل المثال نديرو هنا رمادي داكن، لاحظ تحول هنا، نديرو تراجع هنايا، تلقى هذا اللون. هذا خلف الورقة البيضاء لون رمادي باش تحافظ على العين نتاعك. لاحظ، نعاود ندور هنا تزعزعها الحالة الأولى، نديرها أبيض، لاحظ ترجع خلفية خلف الورقة البيضاء. هذه عندنا المهارة رقم 7 وهي نسخ ولصق نفس العنصر في نفس الوقت. هذه مهارة نحتاجها دائما. على سبيل المثال، احنا عندنا هذه الكلمات، ما على سبيل المثال، لاحظ نسخ، احنا ننسخ هذه الكلمات، نهبطو هنا لتحت، على سبيل المثال نهبطو هنا، نديرو في الصفحة واحدة، نديرو لهم هنايا لصق، لاحظ هنا نديرو لصق، لاحظ، احنا على سبيل المثال كنا مقبل، نحو هذا الاكتئاب. على سبيل المثال كنا مقبل هذه باش نديروها نسخ، نديروها نسخ، نسخ هنا،
نديروها نسخ ونزيدو نديرو مثال هذه نديروها نسخ ونديرو هذه نديروها نسخ نديروها نسخ. وكي نضغطو هنا باش نديرو نسق، لاحظ باش تلصق الأخيرة فقط الأولى والثانية والثالثة ما تجيناش. عندنا طريقة باش تقدر دير نسخ لهذي ولصق لهذي ولصق لهذي ولصق لهذي في نفس الآن. لاحظ الطريق نفتحو هنا عند الفرشاة نلقاو علامة صغيرة هنا نضغطو عليها. لاحظ نروحو هنايا نديرو هنايا نديرو نسخ. لاحظ هنا كي نديرو نسخ لاحظ تجي هنا هاي جات هنا. لاحظ هنا كي نديرو لصق نسخ لاحظ هنا تجي هنا. لاحظ هنا كي نديرو لصق لصق هاي ورا هاي ورا نسخ جينا نسخ هاي جينا هنا. لاحظتو صح. حوسو مثال هنايا نديرو نسخ لهذا الكلمة ترفش الكلمة هذه تضغط عليها تضغط عليها تتنسخ. مثال الكلمة هذه نضغط عليها نضغط عليها تضغط عليها تجي تتنسخ دير لصق تاعها. ندير مثال الكلمة هذه نقصت عليها تضغط عليها لاحظ تضغط عليها تجي اللصق تاعها في كل سهولة. لاحظتوا المهارة الرابعة المهارة رقم ثمانية قلت رابعة عفوا المهارة رقم ثمانية والمهارة هذه نحتاجها هنا. احنا على سبيل المثال عندنا على سبيل المثال هنا نديرو جدول لاحظ هنا نديرو جدول هنا نديرو جدول مثال رسم جدول لاحظ نديرو جدول هنا نديرو مثال جدول هذا لاحظ راح نديرو هذا الجدول هنايا. حنا نحوسو هذا الجدول نستنى عاد ندير تراجع الجدول متكون مجموعة من الخانات نقدر الجدول نديرو هنايا نديرو مثلا ثمن أصل الأزمة. راح نحوسو هذا الجدول نديرو له الترقيم تاعو. حنا كنا من قبل في ال هنايا نديرو الترقيم تاعو كنا نديرو واحد ونهبطو هنا نديرو اثنين ونهبطو هنا نديرو ثلاثة نبدأ الرقم هذه الطريقة قديمة وتعب. لاحظ هنا في الجدول نديرو السهم لاحظ فوق من جي السهم هذا نضغطو هنايا ومن بعدها نروحو إلى راح لاحظ نروحو هنايا إلى الصفحة الرئيسية. بعد من الصفحة الرئيسية يجينا هنا الترقيم ناخذ أي ترقيم نشتوه. مثال درو الترقيم هذا يجي الترقيم راح نشوف فيه يجي الترقيم. مثال ناخذ نعاودو ناخذ رقم الترقيم هذا يجي الترقيم هذا يجينا الترقيم هذا. ناخذ مثال الترقيم هذا الروماني يجينا الترقيم الروماني. لاحظتوا هذه هي المهارات اللي كنت حاب نوريها لكم في الورد وهي جيدة جدا وتحتاجها في الورد وهذه المهارات لازم تعرفها. وعدنا ما بينها الكتابة على الجهة اليمنى والجهة اليسرى. هنا تضغط على هذه باللغة الفرنسية وهنا تجي وهنا تضغط هنا تجي على الجهة اليمنى. المهم ما نطولش عليكم نخليكم اليوم ونتلاقوا إن شاء الله في درس آخر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى اللقاء إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.